والله ما بيطالعني من بيتي غير الموت. وين بدي روح؟ وين بدنا نروح نتصنصط بخرز؟ هذا المعبر نحن هو منطقة النظام ونيك منطقة المعارضة. يصير ضرب كل نهار وجرارات وصواريخ، نحن ببيتنا لا طلعنا لا انا ولا جارتنا ولا امي، كلهم بالبيت. ما خرج نقعد نحن بمراكز ايواء وهيك، والله ما 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 بعرف، ما بنلاقيها يعني سهله علينا، صعبه كثير صعبه يا ابني. نبرك بمراكز ايواء ونتشنشط هون وهون، ما بطلع من بيتي ولو بدي اعفو شيء، ما بطلع. ليش؟ ما بطلع. عشت 45 سنه فيه، كيف بدي اشتغل؟